مل اسبان وبرشلونه وريال، وايضا شارك بالعديد من الانديه ومنتخبنا الوطني. اللعبه احمد شمري، شمري بيتقدم كره معاه وايضا يكسب خطا محمد ابراهيم. شوف شوف ما بين الاثنين، لكن الاعاقه والخطا على العتيجي كابتن وقائد الفريق اليوم بعد مشاركته. وكان عاده حسين حاكم هذه كره مع شادي الهمامي بيحاول تنقطع من امامه ويأخذها يحصلها على الهمامي يلعبها بينه بيحطها بالجول حط. يكلم حكم المباراه هذه الكره، نعم واضح بعد الحمدان والخطا يوسف نجف طاحها ويلسون مع حسين حاكم، ويلسون خطير، ويلسون بيمر، شوف اثنين على اثنين من حكم المباراه. نعم تعطيل الكره على الكويت، شوف على الكويت، شوف جراح خبرته طبعا الخبره له للاعبي نادي الكويت في اول 18 دقيقه من المباراه في شوطها الاول والتعادل قائم 0-0. شوف انتقل راح اذا فهد العنيزي راح في اليسار، جراح الان بيلعب العرضيه واياله بيشيلها. الدقيقة 18 ايضا ركنية ثانية، والكويت اللي استفاد من الركنيات مع الغادسية، مع الغادسية استفاد من الكرات الثابتة والركنية. ايالة مر ايالة بالخطأ، ماكاليلي حصلها، همامي، همامي بني على طول بيحطها بالجول، بيحطها بالجول على طول. احمد حزام، احمد حزام الشمري لاعب مهاري ولاعب جيد، وتكلمت عنه في البدايه بيسجل اول اهداف المباراه، يسجد لربه شاكرا. نعم نقول دقيقه 20 هدف اول. شوف البينيه حلوه استلمها صح، يا سلام يا سلام ثقه بنفسه الحقيقه. لا قلت لك يعني محمد ابراهيم اعطاه ثقه امام الغادسيه، واليوم مع البدايه يعطيه اساسي. واحنا نقول دائما اللاعب اللي ياخذ فرصته امام الكبار تجده بعدها يتدرج تدريجيا. شوف امتصاصه للكره واخذ الكره سليم ووضعها ايضا بزاويه صعبه. احمد الشمري يجعل الكويت في المقدمه الان، يعني قدر يوقف اللي يرموك 20 دقيقه. دام حاول يمر يضغط شاب شيلها، احمد مره ثانيه بيحصلها، حاول يلف في لاعب على ارضيه الملعب، يا سلام مد هاني احمد صانع صلح خطا. وهذه الكره اللي حاول فيها طبعا الصانع وهنا الخطا. وعلى العموم تتجه الان لفهد العنزي، العنزي العنزي والعرضيه المتابعه وين؟ الله 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 عجب عجب عجب. والهدف الثاني لنادي الكويت، عجب والهدف الثاني لنادي الكويت. لكن هل اثنين يردون على محمد ابراهيم يقول انت اعطيتنا ثقه احنا راح نعطيك الاهداف، انت اعطيتنا ثقه عوده للتسجيل. فعلا عجب يسجل، شوف 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 يا سلام على الارتقاء، يا سلام خالد عجب حقيقه، ويضع كره داخل المرمى في الدقيقه يعني نقول 24 دقيقة 24 رأسية مثل ما سجل في مرمى الغاتسية اليوم أيضا يسجل في مرمى اليرموك هدف ثاني لخالد عجب. خالد عجب حلو، يعني لما تشوف لاعب هو قصير لكن ينط ويطلع عالي مع المدافعين ويسجل فمعناه هو هداف، فمعناه هو عنده حسن. همامي فهد حمود بالسلامة إن شاء الله، سلامة. شاهد الهمامي لوليد علي، أنصاري، هاشم، شاهد الهمامي. خلاص الكويت أخذ ثقة، أخذ ثقة بنفسه وبدأ يستقل كل الكرات اللي توصل صح من وسط الملعب وعلى الأطراف لشاهد الهمامي. همامي فهد العنزي على اليسار، شايف وين فهد العنزي؟ وهذه طريقته بيمر ويلعب كرة عرضية، وهذه العرضية لكن بتمر خارج الملعب. والقادسية والعربي جراح العتيجي، أحمد العنزي
حمامي احمد مره ثانيه، يا سلام بيمر حلو، يلعبها نفسه ويعاويه مع ركله الجزاء. القرار الاداري ايضا موجود، شوف شوف مرور حلو وتمويه، يا سلام عليك يا سلام عليك، ولكن الاعاقه واضحه لا تحتاج الى يا عيال. والانذار الاول، شوف 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 احمد الشمري، وهنا تدخل عياله والدقيق الهمامي وإشهاب كنكوني في المرمى. الهمامي صدها وابعدها، يقلل الفارق، كان الكويت يوصل لثلاث اهداف يريحه، لكن شوف شاب دقيقه الخبره، برافو شاب، هارد لك الهمامي. والركنيه كانت ايضا، لكن في صافره وخطا، صافره والخطا، كرت اصفر على مصعب الكندري اللي ما ذكرناه خلال 34 دقيقه، لان ما في ولا مهاجم من نادي اليرموك غريب من منطقه ال 18، يعني حتى نقول غريب من منطقه ال 18. فهد العنزي على اليسار، حصلها فهد ويمر حلو، فهد العنزي يلعبها بالجول، الله. غاب عن المباراه الماضيه، اليوم يشارك كاساسي ومؤثر في نادي اليرموك. ملعوبه همامي من سامي، يا سلام حلو، بيمر صح الهمامي ويلعب العرضيه واغرب الى العنزي، العنزي شايت. نادي اليرموك الخبره شاب كنكوني. بدايه شوط المباراه الثاني مع تبديل اول لنادي اليرموك، مشاركه محمد جاسم مكان الظهير الايمن عبد الله ماجك. من تبديل الاول لنادي اليرموك مع بدايه شوط المباراه الثاني، الكويت بنفس التشكيله، وهنا الى جراح العتيجي وجراح الى فهد العنزي بالكعب حلوه وملعوبه، يا سلام، لكن طالت على عجب حلو. همامي يلعب كره سريعه، فهد العنزي، العنزي العنزي بينيه لاحمد، لكن في صافره وفي خطا. محمد جاسم على البديل، محمد جاسم في البدايه هو عطى الافضليه وقادر، وحسين حاكم يلعبها تضرب في الحيطه برا الملعب الى الركنيه الخامسه في المباراه. مكاليلي ناحيه فهد العنزي، ماخذ مكان فهد العنزي، حاول يمر فهد العنزي، وين بيلعب العرضيه ولا بيمر غير رايه، بيلعب العرضيه الان وليد، وتنحط بالجول لكن تنشال، لكن تنشال حقيقه، اللعبه حلوه، وليد على هذه اللعبة اللي لعبها وليد علي، شوف حلوة لعبها، لكن شاب وطالت على عجب وانتهت خطيزة ومضمونة للاعب. الهمامي لف الهمامي ويرجع الكرة يغير ناحية سامي الصانع، سامي يعلي سامي الصانع، الله الله عليك يا أحمد الشمري، الله عليك يا أحمد الشمري، رغم انك قصير لكن عقله كبير، قصير وعقله كبير، ويتصرف في كرة حلوة رأسية في أول 11 دقيقة من شوط المباراة الثاني كهدف ثالث. شوف شوف الصانع، الصانع صنعها على رأس أحمد، تضرب في الأرض والشاب ما أحمد الشمري، أحمد الشمري بالرأس من عرضية نقول الصانع. حمدان تروح منه سهلة الهمامي، قبل ما يطلع الهمامي وشاد الهمامي، والهمامي بيلعبها وتتهيأ ويحاول الاعدام بيحط عجب، لكن إشهاب بيشيلها. لعب والتبديل يأتي، شاد الهمامي يغادر، وناصر القحطاني هو اللي شاف، شوف اللعبة وليد أحمد حزام بعدين عجب لعبها صح، وأخيرا الأنصاري يعلي أحمد هاني، نزل كرة يوسف نجف، يوسف بيسقط لكن وين؟ حاول يلعبها إلى ويل ثاني، هجمة كويت، فهد العنزي على سرعته وعلى خط التماس، وهنا الصافرة والخطأ وفيها إنذار، طاف هجمة والكرت الأصفر الثاني واعتذار أيضا، رغم أنه فعلا بمرصح وما عنده حلول إلا أنه يعمل معاه خطأ.
والطرد ياتي في الدقيقه 22. طرد في الدقيقه 22 شوط المباراه. يرموك خطا لنادي اليرموك، العوبه عاليه والراسيه لكن خارج الملعب. مكلل حزام وليد كندري سهله مع خطا. شوف اللعبه والثلاثين دقيقه نقول يعني رايق على نهايه المباراه في الشوط الثاني، والكويت يتقدم بثلاثيه وهذا ممكن يكون رابع لكن مقطوع على العموم. اغرب فهد العنزي بيمر، فهد العنزي مرور اول، فهد العنزي حاول يمر فهد العنزي من هاشم عدنان ويلعب العرضيه، ما في متابعه ابدا يعني اليوم ابدا من الطرد اللي حصل في الدقيقه 22 للاعب محمد جاسم بحصوله على اندارين. ويلسون 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 الله شايت ايضا لكن الكويت وتقدم داخل منطقه 18 يلعبها قويه والعارضه بعدين تضرب برا ويكملها ايضا اللاعب البديل اللي هو اسحاق 12 من دوري فيفا. كاظمه مع النصر، تضامن والساحل، صليبيخات مع الشباب، والفحيحيل مع السالميه على ملعب ثامر. خطا على مكاليلي، ينضم مكاليلي لجراح العتيجي اللي اخذ انذار في دقيقه 14 بشوط صار. لانصاري عذبي ثلاث دقائق وقت بدل ضايع احتسبها حكم المباراه، وهذه العرضيه ومصعب يبعدها، مصعب يبعدها. حلوه اللعبه كانت. ويلسون عبله كره دينيه وشالها مصعب في اللحظه الاخيره من امام. ثلاثيه يتفوق على اليرموك. غير اللعب الان، مقطوعه حمدان يقطعها، كندري بيرجع كره، حكم المباراه يعلن الان